إحساس صعب قوي لما تلاقي نفسك سطر في زحمة كلام بعد ما كنت أنت الحكاية. ياه، الشاعر إبراهيم ناجي من أكتر الأشخاص اللي خلدوا ذكرى في حياتهم. إبراهيم ناجي كان دكتور نسا وتوليد، وهو في بداية حياته كان بيحب بنت الجيران وبيعشقها، بس كان بيحبها في صمت، وفضل يحبها في صمت لسنين. ولما جت اللحظة اللي قرر فيها إنه يعترف لها بحبه كان فات الأوان، وكان لازم يسافر بره مصر عشان يكمل دراسة بره، فخد سره معاه وسافر. لما رجع واشتغل فتح عيادة وبقى دكتور مشهور. في ليلة من الليالي دخل عليه حد وقال له الحق يا دكتور مراتي بتموت. قام أخد شنطته وراح معاه البيت، لقى واحدة نايمة على السرير وشها متغطي بفوطة، كطبيب ادى واجبه نحو المريضه وعالجها، بس قال لجوزها يا ريت تشيل الفوطه من على وشها عشان تعرف تتنفس بشكل سليم. لما شال الفوطه بص لقاها حبيبته القديمه، فتمالك نفسه عشان جوزها ما ياخدش باله، خرج من البيت وهو حزين جدا. راح العياده وكتب قصيده وقرر ان ام كلثوم هي اللي تغنيها، وفعلا ام كلثوم غنتها. القصيده دي كانت قصيده الاطلال، والاطلال معناها الذكريات. الكارت الوحيد اللي بيكمل معانا حياتنا وما بيتحرقش اللعنه اللي بتطارد صاحبها، ومهما حاول التخلص منها برضه بيفشل، حتى الذكريات الحلوه، فكونها انتهت بحلاوتها برضه لسه سايبه اثر فينا. افتكر معايا اللحظه كده اللي رجعت فيها بتفكيرك وخيالك لورا وغمضت عينيك، قد ايه كانوا لطاف وما كانش فيهم حاجه وحشه، قد ايه كان حلم طال انتظاره، قد ايه كانوا مثاليين، قد ايه كانوا بيلونوا حياتنا ويومنا وكنا بنستنى نشوفهم. لحظة ما بتفتح عينيك وبتشوف الواقع هتلاقي نفسك بتقول قد ايه كانوا بشر عاديين جدا ومش ملايكة. ما ننكرش ان هم كانوا متميزين وملهمش زي، بس الفكرة كلها اننا قبلناهم زي ما هم، حبينا الوحش فيهم قبل الحلو، قيمناهم بقلبنا مش بعقلنا، فنجحوا بدرجة ملايكة. في لحظة صدق وعقلانية شديدة هتلاقي نفسك بتقول قد ايه كانوا بشر عاديين جدا، واحنا كنا برضو بشر عاديين، كنا في حياة بعض بشر مش ملايكة بجناحات، بس الذكريات هي اللي مكبرة الموضوع وبتخليهم يجوا على بالنا، هي اللي مأفورة الأحداث، هي اللي بتخلينا نتلكك لما نشوف حد بيتكلم، نقول نفس طريقة فلان الله يمسيه بالخير ونفس ضحكة فلانة الله يسامحها. إحساسك في اللحظة دي بيبقى شبه إحساسك لو مثلا تخيلت إنك موت وكل اللي حواليك فجأة افتكروا إنهم بيحبوك ومقطعين روحهم عياط عليك، واللي مشير لك صورة أنت وهو، واللي بيتكلم عنك قد إيه كنت جدع معاه، واللي بيتكلم وبيقول قد إيه أنت ما تأخرتش عن حد. طب ما انا كنت عايش، كنتوا فين وكان فين ده كله؟ ولا احنا ما نفتكرش نبطل سجاير الا لما نفتح قلوبنا؟ الذكريات هي احلى واصدق لحظه وجع في حياتنا، لحظه تقييمك لنفسك وبتدي نفسك كام في المية في كل حاجة. كل حد فينا بيبقى حلو في البداية، انما مفيش حد فينا كامل، الكمال صفة إلهية مش آدمية. ولذلك لو ركزت هتلاقي ان الشخص الوحيد اللي بيتعامل معاك بحكمة وعقل هو الخياط، لانه بياخد مقاسك في كل مرة بتروح له، انما الباقيين بيتعاملوا معاك بنفس مقاييسك القديمة من سنة واتنين وعشرة. مش كده وبس، ده كمان بيطالبوا منك انك تناسبها. الاشخاص في حياتنا زي فقرات الحفلة، كل فقرة ليها وقت معين وليها تأثيرها فينا او علينا، وانت نصيبك في الفقرة دي يا تسقف بعد ما تخلص يا تقول لا ما انبسطتش. يا رب الفقرة اللي جاية تبقى أجمل وتنسيني الفقرة اللي فاتت. الأشخاص في حياتنا زي علبة الألوان لما بنرسم لوحة، طبيعي إن إيدك تروح لألوان أنت مش حاببها، بس لازم تكون موجودة عشان الصورة تكمل. الذكريات زي فنجان القهوة بعد ما بيخلص، بتفضل كل شوية إيدك تروح له، يمكن يكون فاضل فيه حبة، بس إيدك بتروح له باستمرار عشان لسه ريحة البن فيه. الحياة رواية جميلة عليك قراءتها حتى النهاية، فلا تتوقف أبدا عند شطر حزين، قد يكون الشطر الذي بعده جميل وتكون النهاية أجمل. احنا ما كناش وحشين في حياة حد بمزاجنا، ولا هم كانوا وحشين معانا برضاهم. الذكريات لعنة لأننا كتير حاولنا ننسى ومعرفناش، عملنا روحنا إنه ولا يفرق معانا، وإحنا عارفين كويس إننا بنكذب، بقينا عاملين زي العصفور المحبوس في قفص، حتى لو كان القفص ذهب برضه مش عارف يطير. بس ده مش عيب فينا ولا أفورة مننا خالص على فكرة، كل الحكاية إن ذكرياتنا جزء من حياتنا اتعاش وتعاش بصدق شديد، فطبيعي انه ما يتنسيش، حاجة واقعية عمرها ما هتتنسي طول ما فينا روح وطول ما الذاكرة شغالة. اللي مصبرنا على كل ده التنهيدة اللي بتطلع من جوه قوي، وبنقول بعدها ان اللي جاي احسن وان لسه ما متش، وبكرة نفتكر الايام دي ونضحك. الطيور بتاكل النمل، ولما الطيور بتموت النمل بياكلها، فاطمن قوي، مسألة وقت والله. كل ما عمرك بيزيد كل ما بتحس قد ايه الحياة مش مستاهلة كل التأثر ده، مصاعب تروح بيجي غيرها، ناس بترحل وناس بتيجي، ضحكة جاية وضحكة رايحة.
ناجحه. اولا واخيرا هي مجرد حياه. القدر بيبعت لك المكافاه وبيظهر لك شخص بيعادل اللي خسرته في حياتك كلها ويمكن اكتر كمان. وهتلاقي برضو الناس اللي كانت بتأنبك وبتقول عليك فاشل هي نفس الناس اللي بتقول لك احنا كنا بنقول لك كل الكلام ده وبنعمل ده كله عشان مصلحتك. ولحظه ما تبقى غني ومشهور ما تستغربش لما يطلع لك قرايب واصدقاء فجاه. طب والله العظيم زي ما بقول لك كده، مهما الليل طال بيجي بعده الفجر، ولما بتضلم قوي بتطلع الشمس وبتنور الدنيا، هانت قوي، شمس فرحتك قربت. استعد بقى، لا تقف كثيرا على الاطلال، خاصه اذا كانت الخفافيش قد سكنتها والاشباح عرفت طريقها. وابحث عن صوت عصفور يتسلل خلف الأفق مع ضوء صباح جديد. يظل الإنسان في هذه الحياة مثل قلم الرصاص تبريه العثرات ليكتب بخط أجمل، ويبقى هكذا حتى يفنى القلم ولا يبقى له إلا جميل ما كتب. سلام عليكم.